وإلى مبادرة حياة كريمة، حيث شهدت قرية كفر سعد البلد بمحافظة دمياط وصول قافلة طبية شاملة، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. هذا وقد تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية. في اقبال كبير من المواطنين حاضرين القافله. القافله النهارده فيها حوالي 12 عياده تخصصيه، كل عياده موجود فيها الطبيب سواء كان اخصائي او استشاري. كل الخدمات اللي بتتقدم في القافله بتتقدم بشكل مجاني، معانا تخصصات مختلفه، معانا بطنه، معانا اطفال، عظام، رمد، جلديه، انف واذن، بالاضافه كمان لتنظيم الاسره. موجود معانا فريق طبي على اعلى مستوى. هنا جميع التخصصات خدمات كامله، والعلاج بيتصرف بالمجان، وكل حاجه هنا تمام والرعايه جميله. نشكر سياده الرئيس على المبادره الجميله دي، وما شاء الله الخدمه هنا كويسه جدا والناس متعاونه معانا سواء دكاتره او تمريض او اي حد مختص او مسؤول عن القافله. قطعت التذكره ورحت كشفت رمد وكتبت لي علاج وكشفت بطنه وبعتنا حل السكر دلوقتي، واحنا يعني الجو هادي وحلو، واحنا بنشكر سياده الرئيس. الحمد لله كل حاجه متوفره هنا، وخدت العلاج بتاعي وكل حاجه من المجان، والف شكر ليك يا رئيس. دكاتره ممتازه جدا، كشف تمام والعلاج بنصرف تمام، وكل حاجه 100 100 باذن الله.